ليتس جو. دونكي كونغ شخصية عريقة في تاريخ الألعاب، وظهرت الشخصية كعدو ماريو في اللعبة الأيقونية اللي ظهر فيها الاثنين سويا في الثمانينات، ولكن يمكن لم تتبوأ عائلة كونغ مقعد الفخامة عند اللاعبين حتى إصدار دونكي كونغ كونتري على السوبر نينتندو في نوفمبر 1994. اللعبة واللي فيها دونكي كونغ هو حفيد الشخصية اللي ظهرت في الثمانينات بيصطحب صديقه ديدي كونغ في مغامرة لا تنسى على طور ألعاب تجاوز العقبات أو البلاتفورمينج، واللي لحد دلوقتي بتقدم دروس لصناع هذا النوع من الألعاب. دونكي كونغ كونتري تعتبر من أنجح الألعاب في زمنها، واللي تخطت مبيعاتها 9 مليون نسخة لتكون تالت أكتر لعبة مباعة على السوبر نينتندو، وحازت على إعجاب النقاد آنذاك اللي أعطوها تقييمات عالية جدا. بعض مؤرخين صناعة الألعاب بيرجعوا للعبة حسم نينتندو لحرب الكونسولز في النصف الأول من التسعينات مع الغريم القوي سيجا ميجا درايف أو سيجا جينيسيس، ودوت لمستوى الجماليات ونوعها الفريد وعالي التقنية آنذاك، واللي جهاز سيجا كان غير قادر على مجاراته. ولكن مع كل دوت، هل تستحق اللعبة الرجوع ليها؟ وهل مكانتها مستحقة؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عنها في المقطع، بس قبل ما نبدأ برجاء ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة لو ديت أول مرة معنا علشان تتابعوا محتوى قناة مانجا 64 أول بأول. بتدور أحداث اللعبة في جزيرة دونكي كونغ، وبتبدأ باكتشاف دونكي كونغ إن مخزونهم من الموز اتسرق، وبالتالي بيطلع في مغامرة لاسترجاع الموز من الشخصية الشريرة كينج كي رول. البساطة في القصة ملائم للنوع دوت من الألعاب، ولكن تلك البساطة لا تمتد لباقي عناصر اللعبة واللي طلعت بشكل كاسر للقوالب آنذاك، وأعطى سوبر نينتندو مكانة خاصة بل وسبب لمجارات جهاز سوني بلاي ستيشن الأقوى بأميال حتى إصدار جهاز نينتندو 64 في 1996. مينفعش نتكلم عن دونكي كونغ كونتري من غير ما نبدأ بالجماليات المميزة للعبة من ناحية كل شيء، سواء المراحل أو الشخصيات أو تحريك الشخصيات اللي مش بس له طابع خاص كتوجه فني، ولكن كان تحفة فنية وإنجاز تقني في وقته ومازال إلى الآن جميل للنظر. ودوت بيرجع لاستخدام الفريق المبدع رير لجهاز كمبيوتر تشالنج والبرامج المرتبطة بيه من شركة سيليكون جرافيكس في تطوير نماذج ثلاثية الأبعاد. وبالمناسبة خطة رير كانت لاستخدامه في تطوير ألعاب نينتندو 64، ولكن بعد تجربته استطاعوا استخدامه للسوبر نينتندو، ودوت كان إعجاز تقني وقتها في استخدام طاقة السوبر نينتندو المحدودة لاستيعاب الرسومات الثلاثية الأبعاد بالذات الشخصيات، ودوت اللي بيفسر المظهر الرائع اللي خرجت بيه اللعبة. وحقيقي اللعبة غنية بالتفاصيل في كل مراحلها، سواء المنصة اللي بيتحرك عليها الشخصيات أو الخلفية، في إجمالي 40 مرحلة بتقدمها اللعبة لمحبي ألعاب البلاتفورمينج. وميز المراحل إن كل مجموعة منهم في عالم اللعبة له طابع خاص، سواء الغابات أو الجبال أو الكهوف أو المصنع أو المياه، وحتى في كل قسم من تلك المجموعات في تفاوت وسط المراحل مش فقط بيجدد الجانب الجمالي والمظهري، ولكن أيضا نوع التحدي اللي تقريبا لا يتكرر أكتر من مرة أو اتنين بالكتير، وده شيء بيخلي اللعبة دايما نظرة وبتبعد اللاعب عن الشعور بالملل أو الرتابة، وبخاصة إن التحديات معمولة بشكل ذكي لكن غير مجحف، وبيستفيد من أسلوب تحكم مصقول ودقيق للغاية. طبعا بما إنها لعبة بلاتفورمينج أو تجاوز عقبات، فأغلب التحديات ممكن تتلخص في القفز عبر المساحات واستخدام عناصر من الطبيعة أو الأشياء اللي في المرحلة للوصول لنهاية المرحلة. بجانب دوت زي ماريو بالإمكان التغلب على الأعداء بالقفز عليهم أو بالدحرجة أو بإسقاط عليهم البراميل، وده كله ممكن يدمج في استراتيجية اللاعب لو هدفه الهرولة في المرحلة بدون توقف، أو استخدام دوت بشكل متأني للناس اللي عايزة تاخد وقتها. جدير بالذكر أيضا أن بالإمكان استخدام أصدقاء عائلة كونغ من الحيوانات المختلفة في بعض المراحل، ودوت برضو بيثري من اللعبة ومن التنوع اللي بتقدمه للاعب، وأيضا بيعطي اللعبة شخصية متفردة. مستوى صعوبة اللعبة متوسط ويميل في بعض الأحيان للصعوبة كعادة ألعاب دونكي كونغ من بعد الجزء دوت، فإذا هي مناسبة للأطفال ولكن أيضا للمخضرمين، يعني لعبة تناسب كل الأعمار. أخيرا تحتوي اللعبة على موسيقى أسطورية حفرت أنغامها في وجدان اللاعبين، ودوت خلى اللعبة عمل فني متكامل ومتفوقة في جميع عناصرها. السؤال بقى، هل تستحق دونكي كونغ الرجوع له؟ بدون أي شك الإجابة هي نعم،
دونكي كونغ لعبة ممتازة جدا وما زالت إلى الآن قابلة للعب وكأنها لعبة مصدرة حديثا، بل وما زالت من أفضل ألعاب البلاتفورمينج في تاريخ الصناعة وبدون شك تستحق مكانتها الأسطورية ووقتك. وبكده نبقى وصلنا لنهاية المراجعة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا وأنكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا. شكرا على المشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.